الناخب الامريكي حتى في الولايات اللي احنا كنا بنقول ان هي ولايات بتحتاج الى اكتر من يوم او اثنين، يعني ولايات مراوغه زي بنسلفانيا. بنسلفانيا طبعا، يعني بنسلفانيا في 2020 قعدنا 4 ايام عقبال ما النتيجه بانت، لان كان هناك الاقتراع عن طريق راحت لبايدن عن طريق البريد بالضبط وتغيرت وهناك كمان انا عايز اقول لحضرتك يعني هناك بعض الولايات المعروفه ان هي ولايات ديمقراطيه بحته، ولكن انقلبت هذه الولايات وبدات ان احنا نشوفها ذات الجدار الاحمر وبدات ان احنا نقول ان هي حزب جمهوري. عايز اقول بالنسبه للسياسه الخارجيه، طبعا الناخب الامريكي يعني انا بس عايز افسر اللي حصل ده، الناخب الامريكي ده دلاله ان هو كان بيهتم قوي بالنواحي الاقتصاديه بتاعته الداخليه، وبالتالي هو اختار ترامب عن كمالا هاريس. بالنسبه للسياسه الخارجيه، انا اعتقد ان تعالى نمسك كده واحده واحده، بالنسبه للحرب الروسيه الاوكرانيه انا اعتقد ان فعلا ترامب هينفذ وعده، واعتقد ان ده واضح سياسه ترامب وفوق، واضح ليس سياسه ترامب ولكن بسياسه الحزب الجمهوري الا وهي عدم الانفاق الحكومي على الاحلاف اللي هي حلف الناتو، على عدم تقديم اي مساعدات عسكريه، لان زي ما احنا كنا بنشوف ان ترامب قعد ليس فقط ترامب السنه دي هي سنه الانتخابات بالنسبه لترامب، ولكن ترامب قعد 3 سنين في دعايه انتخابيه بالنسبه له من بعد، لو حضرتك تفتكر والساده المشاهدين، من بعد ما حصل اللي حصل في الكابيتول، مبنى الكابيتول يوم 6 يناير 2021. انا اعتقد ان السياسه بتاعت الحزب هتوقف الانفاق بتاع حزب الناتو، هترجع اوكرانيا او هيكون في هناك لاوكرانيا عدم دخول حلف الناتو، واعتقد ان الازمه الروسيه الاوكرانيه هتحل. بالنسبه لازمه الشرق الاوسط، انا اعتقد ان ترامب اعتقد ان هو هيلجا الى هدنه، واعتقد ان احنا هنفضل في هذا المنوال بالنسبه لقطاع غزه والجيش الاحتلال الاسرائيلي، سواء اذا كان في قطاع غزه او جنوب لبنان او رد الفعل والرد على ايران حتى 20 يناير اللي هو يوم حلف اليمين 20 يناير 2025. اعتقد ان بعد كده سوف ياتي ترامب بخطه، واعتقد ان ده واضح جدا في سياسه ترامب ان هو هيجيب خطه، هذه الخطه هترضي جميع الاطراف، سواء اذا كان الطرف الفلسطيني او الطرف الاسرائيلي، خاصه ان الخطه دي هتعتمد على اعتقد ان هو بما ان هناك يعني زي ما حضرتك شايف الساده المشاهدين هناك تجمع عربي كبير جدا بيطالب اذا كان حصل في المملكه العربيه السعوديه، سواء اذا كان حصل في مصر قطر ايا كان من هذه الدول، بينادي في حل الدولتين والرجوع الى حدود ما قبل سنه 67. انا اعتقد ان ترامب هيلجا الى هذا الموضوع وهيكون فيه هدى. وعايز اقول لحضرتك على حاجه، احنا ممكن نشوف المشهد اللي افتقدناه من سنوات، لو تفتكر كده في 94 بعد اتفاقيه اوسلو، لما كان بيل كلينتون بيحتضن بعض الاتفاقيات في القضيه الفلسطينيه مع الجانب الاسرائيلي، كان موجود ياسر عرفات وكان موجود اسحاق رابين في كامب ديفيد. انا اعتقد ان احنا هنرجع تاني نشوف هذا المشهد ان ترامب والسلطه الفلسطينيه